تحية معايدة بالطبع بالبداية بعيد المولد النبوي أو مولد الرسول، وتبدأ الاحتفالات عند المسلمين بكل سنة ببعض الدول ليس باعتباره عيد بل فرحة بولادة نبي رسول الله محمد بن عبد الله. تبدأ الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، بيكون فيها الدروس من سيرته وذكر شمائله، ويقدم فيها الطعام والحلوى، وأهم ما شيء من الحلوى هي حلاوة المولد. أنا اليوم بدي أتوجه لكل المسلمين اللبنانيين وفي العالم العربي واللبنانيين المنتشرين حتى أقول لهم عيد مولد نبوي، وأنتوا بألف خير، يدخل لقلوبكم البهجة والفرح والسلام والأمان. وهيدي الأسبوع مثل ما كنت عم بقول، نهار التنين هذا أسبوع ميلادي بامتياز مولد النبي، وبعد يومين المولد السيد المسيح، وهذا هو لبنان، لبنان التعايش، لبنان الرسالة النموذجية يلي عم نثبتها يوم بعد يوم غصب عن يلي ما بدهم، لأنه كتار عم بيحاولوا أنه يحطوا هيك عراقيل بين اللبنانيين. إحنا بنقول لهم لا، رح نتحدى كل العراقيل ورح نبقى موحدين مسلمين ومسيحيين، وبالوقت ذاته مش بس موحدين بالأعياد، موحدين باحترام بعضنا البعض، موحدين بكل أعيادنا الوطنية، موحدين لأنه معاناتنا وحدة، مستقبلنا واحد وبلدنا واحد هو لبنان. وأكيد يمكن بتترجم هالاحتفالات بالريستالات يلي عم بتصير بأكتر من منطقة، وأنا صار لي فرصة أني كمان أني أحضر عدد منها، واللي لفتني مبارح ببازيليك سيدة الأيقونة العذرية، سيدة الأيقونة العجائبية عند الآباء العذريين في الأشرفية، من 15 سنة ماجدة الرومي بتحيي الميلاد مع العذرية، ومن 15 سنة ما تأخرت ولا نهار. السنة كان في شيء مميز بالعيد غير الليلتين يلي كانوا معلن عنهم، ويمكن كمان مدفوعين لأنه بروح ريعهم. كلكم بتعرفوا رسالة مرمنصور دوبول اللي هي بتروح دايما لرهبات المحبة، بتروح لك ناس الفقراء الأكثر فقرا، فحبت تجمع مبارح بعد الظهر أكثر من 900 ختيار ويتيم وفقير من كل لبنان من كل المناطق حتى يحضروا مباشرة ماجدة الرومي، وتدخل البسمة والفرحة بهالعيد يلي يمكن ولا مرة كانوا متأملين يشوفوا ماجدة الرومي أو يسمعوها أو يحضروها. رئيس الأب العام للأباء العذريين، رئيس الإقليمي الأب زياد حداد، أنا بدي حييك. إيه، وأنا كمان بسلم عليك، بسلم على كل المشاهدين وبعيدهم. بنوع خاص بدي أعيد إخواننا المسلمين بعيد مولد نبوي الشريف، وأيضا لكل المسيحيين بعيد ميلاد يسوع المسيح المخلص. برزياد، العزرية ما بتفرق بين دين ودين وبين إنسان وآخر. مبارح اللي شهدته بازيليك سيدة الأيقونة العجائبية كان مميز بحضور 900 إنسان يمكن ما كانوا بيحلموا يوم ينجمعوا مع بعضهم من كل الأديان والأطياف حتى يغنوا مع ماجدة ويحتفلوا بالعيد المولد النبوي وعيد المسيح مولد المسيح. داي كانت هالخطوة مجانية كلها مليئة بالعطاء بالحب وبالفرح. أولا حبيب أقول ريبيكا انه العيد امبارح كان عيدين. العيد الاول هو اكيد حضور السيده ماجدة الرومي عنا بالعزارية ولو السنه ال15، انما اليوم بنوع خاص امبارح كان العيد مميز. من هيك كان عيدين، انه كمان كنا جامعين مثل ما كثير منيح عبرتي باول حديثك، اشخاص يمكن قسيت عليهم الايام، هن ناس مثلنا مثلهم، إنما يمكن الأيام كانت قاسية عليهم، يمكن الأوضاع بحياتهم كانت شوي صعبة، وأوقات كثيرة نحن منفكر فيهم فقط بالميلاد، إنما بالعزرية ومع السيدة ماجدة الرومي يمكن بالميلاد بنحيي ريسيتالات، بس هني موجودين بفكرنا وبقلبنا وخاصة بعملنا بكل السنة. نحن عم نشوف صور معهم، يعني عم نلاحظ هني من مختلف الطوائف من مختلف
المناطق يلي كانوا موجودين امبارح هيك عم يفرحوا هال 900 شخص بحضور السفير البابوي وحضرتك، وقدمت كمان شكر كثير مهم هيدي هالانتساب ماجد الرومي لعائلة مر منصور والنعم يلي ممكن تحصل عليها. يعني قديش الإنسان أبونا قديش بيعطي فرح، مش دايما مصاري ما هيك؟ أكيد. أول شيء حابب نوه إنه هالمبادرة هي إجت من السيدة ماجدة الرومي، كانت فكرتها. وحابب نوه كمان إنه دغري ماجدة لما طلعت بالفكرة وعرضتها على فرقة الموسيقية لبنان البعلبكي، يلي كمان بدي أشكره، ولا كل الموسيقيين كانوا حاضرين والكورس دغري وافقوا، وبلشنا ننظم بوقت ريكور إذا بدي أقول لك ريبيكا، اتصل بكل الجمعيات يلي قادرة تساهم معنا بحضوره بنوع خاص. وحابب سمي لك اياهم انا هودي، حابب اشكرهم لانه هن كمان تعبوا. بدي اقول لك انه كان حاضر مكتب الخدمات الاجتماعيه للاباء العزريين، مكتب الخدمات الاجتماعيه لبنات المحبه يلي معروفين برهبات العزريه، سنجود يعني بنعرف انه بيهتموا بالاطفال يلي عندهم سرطان. نعم. عندنا كان الينبوع مؤسسة الينبوع، عندنا جمعية مر منصور لبنان، كان عندنا دار الأيتام الإسلامية، كان عندنا كريتاس لبنان، كان عندنا البيت اليتيم الدرزي، مؤسسة سيد الشهداء الإمام الحسين، كان عندنا كمان من إخوتنا العراقية النازحين بلبنان عدد كبير، ومن إخوتنا السورية كمان، وأكيد كان عندنا جروب كتير كبير من إخوتنا الفلسطينيين إجوا من كامب دبي، بعدنا بنسمي كامب بس انه منطقه دبي. هودي كلهم كانوا حاضرين. يعني بدي اقول كان في من كل الاديان وكل الطوائف وكل كمان الجنسيات، يعني عم نحكي نحن اليوم بلبنانيه وعراقيه وسوريه وفلسطينيه، مع كمان كل الاشخاص وكل هالمؤسسات يلي اجت مع انا بقول شركاء مع احبائها، نعيد ونفرح بالميلاد وبالمولد النبوي وماجدة ويقولوا لها ميرسي. نعم. على 15 سنة. وكمان في كتير مؤسسات أنا بدي سمي ونوه كمان بالميسيون دو في اللي كمان ماجدة معهم بتحيي ريسيتاليت، جايين يقولوا لها ميرسي لماجدة، وبذات الوقت ماجدة تقدر تعيدهم بطريقة ديريكت وتلتقى فيهم. وبدي أشكر كمان اليوم اسمحي لي سعادة السفير البابوي على حضوره معنا. وأنا بدي نوه أنه لما جيت عم بعزمه تيحضر ماجد الرومي بالعزارية وقلت له فيها الريسيتال، قال لي بيرزياد أنا بحبكم على الساعة 4 مش مساء، وإجا قضى كل الريسيتال معنا وطلع شكر ماجدة باسم كل هالأشخاص، وانا هون حابب اشكره لحضوره معنا. نعم. انا بيرزياد بدي اشكركم، وبدي بعرف قديه عم تعملوا كل يوم انتم عندكم بسمه فرحه لقلوب كثير هي بحاجه، لعائلات كثير عكستها الظروف على من كل النواحي ان كانت تربويه او اجتماعيه او ثقافيه، وهلا ادخلتوا فرحه العيد وجمعتوا كل هالعائله اللبنانيه بدي اسميها والجوار حتى كلنا نفرح بالعيد. كل عيد وانتم بالف خير، وماجده بالف خير، والام تي في بالف خير يلي دائما كمان الام تي في عم بتضوي على هالناس اللي هن بحاجة مرات مش لمصاري إنما يمكن لبسمة لفرحة، وهيدا الأساس بإنسانيتنا. شكرا لإلك، وأكيد بدي هون أقول لكل المشاهدين فيهم بلشوا يتواصلوا معنا على 0444444444. باخد أول اتصال. ألو ألو مدام مسيور. ألو مدور. أهلا مسيور. بحي. فضل مدام ربكة، كيفك؟ الحمد لله. اوكي، انا كنت عامل بيكنيك صوب زيتون بين زيتون وزعتري، كنا بالهرش نقعد نحن ناخذ الاولاد نمسط هونيك. وين باي منطقه بالمتن زيتون وزعتري الفنار يعني؟ مفتوح كسر وين؟ اوكي. بدي اقول لك شغله، من نعم. من الزعتري للويده لتحت لنص زيتون بقش فيه مش شجره، ولك بقش فيه ورق خضره، معقول يحرش بهم ابوه؟ مسؤول مين عنه؟ بلديه؟ ما بل انا ما بعرف يعني. بالاخر عيب جبل بأم وأبوه راح من كعبه، وبعده عم بقصه لهلا كثير، ما بصير. أنا مش من المنطقة، أنا ما كنت مرة ثانية أقعد هونيك أتصلى أمسيت أخذ أولادي، أوكي؟ بس إنه ما بصير. هلا شو صار يعني، عاصين الشجر ولا كاتبين زبالة؟ شو عاملين؟ ما خص زبالة، أنا ما عم بحكيك على زبالة. عاصين الشجر؟ عاصين الشجر؟ سندين وعفص كله على الآخر، من الآخر. من جديد يعني معمول؟ في عرق؟ أنا بعطيك، ها؟ من جديد. نعم. هلا مقصوص الحرش؟ روح تفرجي. صدقيني تفرجي، نزعت للويدة تحت إذا في شجرة هيك حاطك. خلينا نشوف مين مسؤول هونيك يعني، أكيد يا حدا عنده رخصة لعمار وعنده رخصة، يا في شيء مفروض كانت
يعني وزارة الزراعة أن وطير أنهم يوقفون أو شيء من هالنوع. خلينا نبحثها ونشوف. كمان اتصال. ألو. أنا. أهلا مسيو. ألو بونجور. أهلا بونجور. مدام ريبيكا. نعم. آه بدي أحكيكي بخصوص وطير المي تبع السنة هيدي. إيه تفضل. هلا 2013 كانوا عم ياخذوا البدل مجرور صيانه مجرور 5000 ليره. نعم. بينما السنه هيدي زادوها صارت 25000 ليره هيك على على عشوائيه. يعني من 5000 ل 25000؟ نعم اوف. هيدي اول وحده. اي مي؟ ميه بيروت؟ ميه بيروت، مياه بيروت، اي بدون اي شيء. هيدي اول سنه. بعدين شو هيدي صيانه مجرور صحي؟ شو المي شو خاصه بصيانه المجارير الصحيه؟ ما بعرف. نعم. هيدي يعني حاطين رسم اضافي وبيرجع بيحطوا لك تكسير الفواتير، كسر 1000 ليره وطابع 1000 ليره وتبقى 10%، يعني شيء مش معقول. صارت الفاتوره اللي دفعها بال 2013 240000 صارت 314000، يعني 65000 ليره زياده، مش معقول. هلا اكيد من الخمسه ل 25 ما في حدا عم بيراقب هالشيء ابدا، لانه يعني كمان البلديات زادت الصرف الصحي على فواتيرها. مضبوط. بياخذوا يعني يعني مزبوط. ايه يعني اذا البلدية عم تاخذها والمي عم تاخذها شو عملنا يعني؟ المي ما في كمان فوق منها؟ ايه يعني شيء فظيع. بس فلتين الملاء، ما حدا بيسال ولا حدا بيحكي، ما في غيرك انت مدام ريبيكا يعني. اهلا وسهلا فيك. ماشي كثير. رح نشوف كيف هيك من الخمسة ل 5000. اكيد مجلس ادارة المي هو طلع على باله يغلى، انه شايف الدنيا بألف خير والمي عايمة عند الناس يعني. طبعا خليني اخذ فاصل وبعده بنتابع. منتابع الحل عنا دايما عبر الام تي في، وطبعا نحن بالعيد نزلنا والتقينا بالناس وشفنا اذا قادرين يحتفلوا بالعيد مثل ما هن كانوا بيتمنوا او في بعض الضيقه، واكيد في ضيقه وفي معاناه عند الكل. خلينا نشوف سوا هالروبورتاج كيف الناس عم تستعد لعيد المولد النبوي ولعيد الميلاد. السنة عيد الميلاد بالمرة، يعني كل سنة عم نرجع لورا لورا لورا. السوق جمود 80% قاشت السوق عن أي سنة اللي كانت. حزين العيد، منه مش معنا هالفرحة فيه. لا عجقت سير على الطريق على الفاضي، المحلات كل الموظفين واقفين برا، ما في حدا. تلاقي الناس عجقة وخفق وعركوها بس ما في شيء. القيمة الشرائية عند العالم كأنه ما في مصاري، ما عم نشوف كثير ناس وما ما يعني ما في أزمة، مبينة في أزمة. يعني لحد هلا السوق مش مثل ما لازم يكون. صاحب المدينة صار يدولاد وعمل جديد وحب جديد بعيد الميلاد. عم نتحضر أول شيء لنستقبل يسوع، هيدا أول شيء يعني. ايه ونحتفل مع العيلة مع الصغار بعيد الميلاد. شوف السنة العيد ما في وقفة مثل عيد مثل كل سنة. تحضيرات نوال كل سنة لازم نعملها، وخصوصا إذا في ولاد صغار. السوق يعني إنه لا أصلا مصاري قليلة، وثانيا يعني إنه معيش ما في شيء، كل شيء غلا وإشي ما بنقدر. تحضيراتي ماشي، إنه أكيد مش حاسين بشي ولا عيد ولا انه بهيك بلد، و انه وضع تعتير بلبنان ما شيء بيتغير مثل كل سنه. هيئه العيد مثل هيئه الحكومه، مفشكل بالمره. كل سنه مثل بعضها، هي ذاتها تعودنا عليها هيك، الدنيا هيك ما بقى في شيء. الدنيا هيك الدنيا هيك الدنيا هيك الدنيا هيك. ايه سندي محفوظ هي يلي صورت، انا بدي اشكرها وبدي اقول لها كل عيد وهي بخير. يعني يلي سمع هالروبورتاج واقعي لدرجه انه ما فينا نهرب من واقعنا للاسف. عيدهم باي حال، كل سنه بيجي العيد وكل سنه بنتمنى يكون افضل من سنه، ولكن للاسف القدره الشرائيه عند الناس خفت، البطاله زايده، الشباب ما عارفه شو بدها تعمل، ومع هذا وكله بلا نفرح بالعيد. من هيك انا بدي اشكر كل الناس يلي حطت بسمة أو فرحة أو ساعدت بعلم أو بدون علم، حتى إلا يمكن هيدا أهم عمل بنكون فيه عم نستعد للأعياد حتى نفرح كتار من الناس. وأنا بالبرنامج بدي أعتذر كتير من الأشخاص اللي كانوا عم يجوا على الام تي في مش قايلين لنا جايين. يعني صراحة في كتير ناس بعرف متواصلوا معنا، هن بحاجة لمأكولات
بحاجة لمصاري، بحاجة لدفع الإيجار، بحاجة لأدوية. لا قدرنا عملنا وأنا بعدني حاضرة إذا منقدر كمان بعد من منشوف بعد كتير أصدقاء للبرنامج قادرين يعملوا شيء حتى نفرح قلوب كتار. بس بدي اعتذر كمان من يلي اجوا وما قدروا فاتوا، لانه صراحه نحن لما بنأمن نحن منتلفين ونقلكم تعوا وأمنا لكم اللي طلبكم، بس انكم تتعذبوا وتجوا كون نحن مش بقدرتنا. بدي اعتذر كتير ومتاسفه كمان اكثر لانه الحاجات كثيره والمطلوب ان نأمنها كلها وما بعرف كيف بدنا نأمنها صراحه. بتكل على الاصدقاء، بتكل على الناس الخيره، على الأيادي البيضاء، وبعدنا من هلأ لرأس السنة إن شاء الله يجينا شوي من المساعدات حتى نحن نتواصل معكم مباشرة وبتجوا، وهيك بيكون على القليلة ما جيتوا على الفاضي. من هيك بدي أعتذر سلف من كل يلي إجا وما قدر يلتقى فينا أو قدر أعطينا شيء بالهيك بكل محبة. بمتابعتنا إذا عنا اتصال بياخد بعدين نحكي متابعات. ألو. ألو، أهلا. بونجور. بونجور. بدي عزبك، بدي أقول لك بخصوص عندي مشكلة بالماي نحنا بالبناية. نعم، وين؟ بسن الفيل شارع خليل مطران. ايه شو مشكلة الماي؟ قلنا كل الصيف بنشتري ماي. ايه ناس فاتحة عيارتها، ناس مش فاتحة العيارات. بنزل على الشركة برج حمود بقولوا لي بكرة منيجي بيجوا بيتبرطلوا بيروحوا معش بيجوا. انت برطلتي شي حدا منهم مرة مدام؟ انا ولا مرة، بس الجيران أكيد إنه عطون مصاري؟ إيه أنا شفتون. طيب. ورجعت دقت من يومين قلن يا عم المي مش جاي على البراميل تحت على الخزانات. إيه منبعت لك حدا، منبعت لك حدا وما حدا عم يجي. طيب. كلنا دافعين مي، يعني ما حدا مكسور على مي. إيه بعرف، يعني أنا ما بدي شجعك تعطي لأنه أنا ضد الرشوة، لأنه أبدا مش مع الرشوة، مش عقلي كان لازم تعطيهم تيجيبوا لك المي. بس أنا بتمنى أنه المشكلة أنه إذا صح أو غلط أنا ما بقدر أحكم، بس أنا بقدر أقول أنه أزمة المي هلأ هي أزمة شح أكتر ما هي أزمة أنه لازم يعطوا مي وما عم يعطوها، لأنه بمجرد ما في مي بدهم يوزعوها بالنتيجة. نحن رح نرجع نشوف بشارع خليل مطران ليش ما في مي، يعني ليش هي عند ناس وناس لا، وإن شاء الله خير. كمان اتصال. ألو. الو، اهلا مسيو. بدي مدام ربيكا. ايه معك. حيخلص اليوم. لا انا معك، عم بسمعك. بتسمعيني مدام ربيكا؟ ايه عم بسمعك. نعم تفضل. اول شيء نعاد عليكم على المسلمين المسيحيه كله. ثاني شيء بس في ملاحظه بخصوص قانون الاجارات. نعم. المحطات التلفزيونيه كلها ما عم بتغطيها، نحن حننام بالشارع. فاتوا على بيوتنا كيلوا وايسوا، بيجي بيقولوا لنا بيطلع عليكم هالمبلغ فلان. طيب طلع رئيس الملاكين قال لا إلا تحت حد الأدنى ثلاث أضعاف نحن بندعمه، هذا كذب. لا في صندوق ولا في دعم، بقى نحن عم نحذر يلا انتخبناهم، إذا نمنا بالشارع بدنا ننام ببيوتهم. لقلك شغلة، بلا شغل واختي بلا شغل، نحن مع 50 سنة المصير لحلهم تيجوا ياخذوا البيوت، بده ياخذ بيته ياخذوا، يعطينا حقنا تعويضنا حق السكن، هذا بالدستور. نزلنا على المظاهرة امبارح، ليه ما غطيتوها التلفزيونات؟ من مين الأوامر التعتيم؟ ولا تلفزيون غطاها غير نيو تي في، حرام. نحن في ناس مع سرطان ناموا بالطريق. مسيو أنا بحكيكي معي أنظار شهر، إذا ما برد له للدعوة لا معي حق محامي ولا معي حق طلدول. أنا عم تنزل أنا معك، أنا فتش عليهم. أنا معك. أجار البيت الحالي. طيب أنا معك. مين هول جايين يأجرونا من بيوتنا؟ بتوصلي له رسالة لرئيس الملاكين. وصلت، وصلت الرسالة. وصلت الرسالة. وصلت الرسالة. ولقلك شغلة، يعني اللي هي النقطة وين هالصندوق يلي نوعدنا فيه. أهلا وسهلا فيك. يعني صراحة إيه السكن هو من كرامة الناس، شو بدي أقلكن أكتر من هيك. بعطيكم موعد بكرة حتى نعيد سوا، ومن هلأ بقلكم إن شاء الله بينعاد عليكم بأيام كتير حلوة وأفضل بكتير من يلي عايشينها، بس ما تفقدوا ولا مرة الأمل. نلتقى بكرة.